الانعكاس الايجابي اليوم للدفع الالكتروني، انا عندي تفاصيل من خلال المقسم الوطني الموجود بالبنك المركزي العراقي، تفاصيل عن حركات الدفع الالكتروني وين تروح. مثلا على سبيل المثال انا عندي في محطات الوقود انا محقق 607 مليار دينار خلال الشهر الماضي، انا محقق 5 مليون حركه تقريبا في وزاره الداخليه لحد 15/7، انا محقق كذا 117 مليار مليار دينار في وزاره الاعمار بالبنك بصندوق الاسكان. زين ها شنو انعكاسات هاي الارقام على صار؟ هذا بدا يرسم لي صوره اقتصاديه عن اين مواطن النمو واين الحركات اللي تصير بفخامه، الفلوس وين تروح وين تنتقل، شنو الحسابات الموجوده عندي. بديت بشكل تدريجي اعرف التدفق المالي. لذلك واحده من التحديات اللي هسه تواجهنا بعد ارتفاع التداول المالي النقدي بالدفع الالكتروني وتعزيز الارصده الماليه في البنوك، واحنا وصلنا تقريبا اكثر من 50 مليون بطاقه، ما متاكد من الرقم بس هيك الرقم تقريبا، فهذا عفوا 20 مليون بطاقه، فهذا هاي البطاقات وهذه الارصده البنكيه اللي موجوده حاليا دا تتدفق بها الاموال. لذلك احتاجينا اليوم ان يصير عندنا سجل التدفق المالي. لذلك في الورشه اللي انعقدت يوم 10 اب كانت بين القطاع الخاص والقطاع العام بحضور البنك المركزي، لاول مره حقيقه القطاع الخاص والقطاع العام يجلسون على طاوله مستديره.